وسهلا بكم متابعي قناة كيف. هذا الفيديو راح نشرح طريقة توثيق حساب الفيسبوك بالعلامة الزرقاء. طبعا يمكن لأي شخص لديه حساب على فيسبوك أن يقوم بتقديم طلب توثيق لحسابه بالعلامة الزرقاء التي تظهر بجانب اسم الحساب كهذه الصور التي تظهر بجانب الشرح، ويمكن أن تتم الموافقة على الطلب ويمكن أن لا يتم قبول الطلب، وهذا الشيء يرجع إلى شروط توثيق الحساب، طبعا سأذكرها لكم باختصار وبشكل سريع. وعملية التوثيق لها أهمية كبيرة للحساب نفسه، طبعا أيضا سأذكرها لكم. والتوثيق يكون للصفحات وأيضا للحسابات الشخصية، وهذا ما سوف أركز عليه في هذا الشرح وهذا الموضوع. والخطوات كالتالي: في البداية يجب عليك أن تدخل إلى حسابك في الفيسبوك من خلال المتصفح، وهذا شيء مهم جدا عليك الانتباه إليه، لأنه لا يمكن إجراء الخطوات من التطبيق الموجود على الهواتف. والآن تدخل إلى هذه العلامات الثلاثة، طبعا الطريقة يتم شرحها من خلال الهاتف ولكن متشابهة مع الحواسيب، ولكن يجب عليك أن تعرف ما أهمية توثيق الحساب في الفيسبوك. ومن أهمية توثيق الحساب في الفيسبوك حماية الحساب من التهكير أو الإغلاق، وأيضا زيادة الثقة عند المتابعين وزيادة التفاعل مع المتابعين، وأيضا ظهور حسابك في محركات البحث الخارجية. تمام، والآن راح ندخل إلى مركز المساعدة، هذا الخيار، ونكتب في خانة البحث كيف أطلب شارط التحقق في فيسبوك، وأضغط على هذا الخيار. أول خيار يظهر أمامنا على شاشة الفيديو، وهنا كما نشاهد شرح مفصل لطلب إشارة التوثيق ولهذا الموضوع. طبعا يمكنك الدخول إلى هذه الشروط وقراءتها كاملة، ولكن من أهم الشروط في توثيق الحساب في فيسبوك أن يكون الحساب حقيقي ورسمي وغير وهمي، وأيضا يجب أن يكون فريد، ويجب أن يكون الحساب كامل، بمعنى أن يحتوي على صورة غلاف وصورة شخصية واضحة وبجودة عالية، ويجب أن يكون معروف وبارز ويتم البحث عنه كثيرا من قبل الناس، ويجب عليك إرسال الهوية الشخصية أو البطاقة أو جواز السفر أثناء تقديم الطلب، ويجب أن تكون مفعل خاصية المتابعة في حسابك في فيسبوك، ويكون لديك عدد كبير من المتابعين لا يقل العدد عن 20,000 متابع. طبعا هذه أهم المعلومات والأمور التي يجب عليك معرفتها في عملية التوثيق. والآن حتى تقدر تقدم طلب توثيق أو إشارة تحقق تدخل إلى هذا الخيار أو هذه الكلمة نموذج جهة اتصال، هذه الجملة الموجودة باللون أزرق، وأضغط عليها، وبعد ذلك راح تظهر معك هذه الصفحة بهذا الشكل. طبعا أول شيء موجود عندنا نوع التحقق، هل هي لصفحة أم حساب، أم هل هي صفحة أم حساب ملف شخصي. طبعا تختار ملف شخصي أو حسب طلبك، وبعد ذلك تقوم بوضع رابط صفحتك أو ملفك الشخصي في هذا المكان المخصص، وبعد ذلك تختار بماذا تهتم هذه الصفحة والمجال، وفي هذه الخانة تكتب البلد المتواجد فيها أنت. والآن تقوم بإرفاق الهوية الشخصية من هذه الأيقونة وتتجه بعدها للأسفل، وفي هذه الخانة أيضا مهمة جدا حيث تكتب فيها سبب طلبك لشارط التحقق الزرقاء. طبعا يجب عليك كتابة سبب مقنع وبصياغة جيدة وبصورة صحيحة، وبعد ذلك يمكنك أيضا كتابة ووضع حسابات ووسائل تواصل اجتماعي أخرى في هذا الخيار. طبعا هذا هو خيار اختياري، يمكنك كتابته ويمكنك عدم كتابته، وهنا أيضا يمكنك كتابة تعليقات إضافية في هذا المكان. وبعد الانتهاء من تعبئة الخانات تقوم بالضغط على هذا الخيار إرسال، وبهيك تم تقديم الطلب لشارط التحقق. كما نلاحظ مكتوب شكرا للاتصال بفيسبوك، قد نتواصل معك إذا احتجنا إلى المزيد من المعلومات. طبعا بعدها سيتم الرد عليك من قبل الفيسبوك أو إدارة الفيسبوك بقبول الطلب أو بعدم قبول الطلب. طبعا ممكن أن يتم الرد عليك وممكن أن ما يتم الرد عليك، طبعا هذا كله حسب حسابك وملفك الشخصي، فإذا كان يستوفي الشروط فاحتمال كبير أن يتم توثيق حسابك، وإذا كان حساب عادي لن يتم توثيق حسابك، لأنه كما ذكرت لكم في بداية الفيديو أنه يجب أن يستوفي كل شروط توثيق الحساب حتى تقدر توثق الحساب. وأخيرا عليك العلم أنه إذا تم رفض الطلب يمكنك إرسال الطلب مرة أخرى بعد مرور فترة 30 يوم، فلازم تعرف أن عملية التوثيق ليست عملية بسيطة، ولا يمكن لأي شخص عادي لديه حساب عادي على الفيسبوك
أن يصل لها بسهولة، ويجب أن يكون الحساب متكامل مع كل الشروط التي ذكرتها لعملية التوثيق. أما بالنسبة لقصة شراء طلب شارة التحقق الزرقاء فلا يوجد لها أساس من الصحة، ولا تقوم بتجربة أمر مثل هذا لأنه سوف يضر بحسابك، لأن الفيسبوك وشركة الفيسبوك نفسها تحذر من هذا الموضوع. وأيضا يوجد شيء مهم جدا عليك معرفته، أنه يكون في كل دولة مكتب أو مقر تابع لشركة فيسبوك، وعندما تقوم بتقديم طلب التوثيق للحساب يصل هذا الطلب للمقر الموجود في بلدك، ويتم مراجعة الطلب من هناك، ويتم السؤال عنك وعن اسم حسابك وعن اسمك الشخصي أيضا. وأيضا فيسبوك لها الحق في إزالة علامة التحقق في أي وقت إذا خلفت شروط الاستخدام. وهيك بنكون انتهينا من الفيديو. إذا شفت إن المعلومات مفيدة عنا بلايك واشتراك، وإذا كان لديك أي ملاحظات أو استفسارات يمكنكم كتابتها في التعليقات أسفل الفيديو.